أمهات المؤمنين، قدواتي في كل حين، قدواتي في الحياة، قدواتي في الوفاء، قدواتي في الحجاب، قدواتي في العفاف، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين. أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، قدواتي في الحياة، قدواتي في الوفاء، قدواتي في الحجاب، قدواتي في العفاف، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين. قد عاشقت ولا أهن، قد عرفت صفاتهن، قد عاشقت ولا أهن، قد عرفت صفاتهن، قد عشقت وفاءهن، قد سعيت لمجدهن، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين. أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، قدواتي في الحياة، قدواتي في الوفاء، قدواتي في الحجاب، قدواتي في العفاف، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين. الحمد لله، نحمده خلق الخلق بقدرته وأدار شؤونهم بحكمته وقدر أقواتهم وأرزاقهم بعظمته. سبحانه لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحانه أعد النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا. قال جل شأنه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الملك وبيده الأمر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالحق هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي العربي الأمين وعلى أزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على أفضل خلقك، أكرم أنبيائك وأشرف رسلك، عذرا رسول الله إن قصرت في وصفكم، قديما ذرة من نوركم جمل الرحمن بها يوسف، والله لو جد العباقر كلهم في وصف فضال لكم لن تعرفا، والله لو ماء البحار بجمعه مدادا لوصف أحمد ما كفى، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب في وصف أحمد ما اكتفى، تكفيه لقيا في السماء وأنه بحضرة المولى قد تشرفا، يكفيه أن القمر يخسف نوره لكن نور محمد يخسفا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
إخوة الإيمان، لازلنا نعيش الأدب وفضل الأدب وثمرة الأدب، وهذا درسنا وهو الدرس الرابع في سلسلة الأدب في الإسلام. فقد كان لنا لقاء حول الأدب مع الله سبحانه في علاه، ولقاء حول الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقاء حول الأدب مع الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأدخلنا الجنة على إثرهم وفي خطاهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. ولقاؤنا اليوم مع الأدب مع أمهات المؤمنين، وعندما تقول الأدب مع أمهات المؤمنين أي الأدب في البيت النبوي، هؤلاء الأمهات هن قد اختارهن الله سبحانه وتعالى لزوجية حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، هن الطاهرات، هن الشريفات، هن العفيفات، هن الأمهات للمؤمنين والمؤمنات. وعندما نقول الأدب مع أمهات المؤمنين أي الأدب في البيت النبوي، وذلك نجده كثيرا في آيات القرآن وخاصة في سورة الأحزاب. ولك أن تتخيل عندما تدخل بيتا لسائر المؤمنين ماذا تصنع؟ أول شيء أن تستأذن وتطلب الإذن بالدخول، وهذا قد جاء صراحة في سائر بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمنا الله كيف نتأدب عندما نريد أن ندخل إلى بيت النبي أو نجلس في بيت النبي، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فعلمهم، وقد كانوا يتحينون موعد طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدخلون متدافعين متسرعين، وكانوا إذا طعموا يجلسون يتبادلون الحديث وأطراف الحوار. فعلمهم الله تعالى الأدب، ومنه ألا يدخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تفعل في بيتك فالأولى أن يكون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا طعموا أن ينتشروا ينفضوا، فلأصحاب البيوت حوائج وحاجيات ومصالح، وكثرة الضيافة تثقل على أهل البيت وتضيق الحركة عليهن وتحبس الحرية بينهن. فأدبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأدب. الأدب الثاني أن جعل الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، ولم يجعلهن أخوات للمؤمنين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لماذا وصف الله نساء النبي بأنهن أمهات للمؤمنين ولم يجعلهن أخوات للمؤمنين؟
لأن الأم ينظر لها نظرة احترام وتقدير وتبجيل وتشريف وتعظيم وتوقير ومهابة، فلا ينظر للأم نظرة شهوة، ولا يفكر في الزواج من الأم، ولا يرتفع الصوت على الأم. فكذلك أمهات المؤمنين عندما يتحدث معهن أو ينظر إليهن أو يدخل بيوتهن فلها حرمة ومهابة وتشريف وتقدير. فقد يعلو صوت الرجل على صوت أخته ولا يعلو على صوت أمه، وقد يضرب الرجل أخته تأديبا وتعليما وتهذيبا، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك مع أمه ولو كانت كافرة أو فاجرة أو أكثر من ذلك، ولكن لها تقديرها وتبجيلها واحترامها. فالإسلام قد وصى بالأمومة وحض على ذلك عندما قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن إلى آخر الآية. فكذلك ينظر لأمهات المؤمنين نظرة احترام، نظرة أدب، نظرة توقير وتبجيل. وتعالوا لنرى بعض النماذج من مواقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدب مع أمهات المؤمنين. هذا سيدنا زيد بن حارثة، وكان قد تبناه النبي وزوجه شريفة من شريفات العرب ذات حسب ونسب وذات شرف، ولها بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابة تربطها بجد النبي رابطة واحدة، فينتهي شرفها ونسبها إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجها زيد، ثم انقضت الحياة سريعا فطلقت من زيد، ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنه زيد ليس من أصلك ولا من نسبك، وحرم الإسلام التبني. ولما انقضت عدة زينب من زيد أمر الله النبي أن يتزوج زينب، فهي ليست زوجة ولده وليس زيد من صلبه. وأمر النبي زيدا أن يخطب له زينب بنفسه، اختبار من الله للنبي واختبار من النبي لزيد. قال زيد: فذهبت إلى زينب لأنكحها أو أخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت زوجته وقد انقضت العدة لوقت قليل. قال: فاستأذنت فدخلت فوجدتها تخمر عجينها، أي رافعة أطراف ثيابها مشمرة عن ساعد جدها تخمر عجينها. قال: فعظمت في نظري وفي وجهي لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوليتها ظهري، أي صارت في مهابة واحترام وتقدير، واستحييت أن أنظر إليها نظرة تشهي أو نظرة يتسلق إليها الشيطان، فوليتها ظهري وقلت: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، إنه يريدك، يريد أن يتزوجك. وظهري لها. قالت: وما أنا بصانعة حتى أنظر أوامر ربي، أي أنتظر الأمر والإذن من الله سبحانه وتعالى. ثم
أمر الله نبيه أن يبني بها فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت مفتخرة بذلك لنساء النبي: كلكن قد زوجكن آباؤكن، وأما أنا فقد زوجني ربي من فوق 7 سماوات. تفتخر بذلك على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت للنبي: إني أدلي إليك بثلاث، أي أتقرب إليك أو تربطني بك 3 خصال لا توجد عند واحدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأولى فجدي وجدك واحد، نحن أبناء عائلة واحدة ورجل واحد وعصر واحد، فجدي وجدك واحد. وأما الثانية فإن الله هو الذي زوجني إياك من فوق 7 سماوات. وأما الثالثة فكان رسوله وسفير هذا الزواج هو جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا أدب زيد مع زينب وكانت زوجته، وتأدب معها توقيرا واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أما له بين سائر أمهات المؤمنين. الأمر الثاني، الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، عندما خاض أهل الإفك في شأن أمي وأمك وأم سائر المؤمنين عائشة، وافتروا عليها كذبا وزورا وبهتانا، وكان الله قد برأها، ودخل أبو أيوب إلى بيته ذات ليلة وأغلق بابه، ولما أرخى ستره وجلس مع أهله أم أيوب قالت له: أسمعت يا أبا أيوب ما يقوله أهل الإفك في عائشة؟ قال: أو قد كنت معهم؟ هل قلت كما يقولون؟ قالت: لا والله ولا يكون. فقال: يا أم أيوب إنها أمي وأحسن الظن بها ولا أعرف عنها إلا خيرا، وهي عندي أفضل منك، أليس كذلك؟ قالت: بلى، هي عندك أفضل مني، فهي أمي وأمك وأم المؤمنين. ولذلك ذكر الله ذلك في قوله سبحانه وتعالى: في ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي معنى ذلك أنهم لا يظنون بأمهم إلا خير، يتأدبون مع الجميع ويتأدبون معها احتراما لمكانتها من رسول الله، وإيمانا بطهارتها وعفتها وشرفها ومكانتها. الأدب الآخر من سيدنا أبي موسى الأشعري، وكان قد بلغ من السن مبلغه، وأراد أن يستفقه السيدة عائشة في مسألة فقهية، فأذن له، استأذن فأذن له، فاستحيا أن يدخل، ودخل بخجل وحياء، فقالت له: لا عليك اجلس، فإنما أنا أمك، أي لتجلس كما يجلس الابن من أمه. ورغم صغر سنها إلا أنها قالت له ذلك لينظر وليجلس جلسة الابن أمام أمه، وإن كانت هي أصغر في السن إلا أنها أم في التوقير والاحترام والتبجيل لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هؤلاء الطاهرات الشريفات العفيفات في زواجهن برسول الله صلى الله عليه وسلم خير للأمة وقدوة صالحة ومثل طيب. فهذه السيدة خديجة أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي نالت رضا الله
ونالت محبة الله. كان الأمين جبريل في جلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت خديجة ومعها إناء فيه إدام طعام، واقتربت فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة قد أتتك ومعها إدام، فإذا جاءتك يا رسول الله فأقرعها من الله السلام ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشارة ورضا من الله سبحانه وتعالى عنها. ماذا قالت؟ قالت: الله هو السلام، وعلى جبريل مبلغ الرسالة السلام، وعليك يا رسول الله من الله الصلاة والسلام. انظر إلى حنكتها وحكمتها. تعالوا إلى الطاهرة العفيفة أم المؤمنين عائشة، كانت تعرف بالفقيهة، فكانت فقيهة حافظة حديث رسول الله، حارسة السنة، كانت شاعرة، وكانت طبيبة، وكانت حانية رقيقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، اتهمها أهل النفاق بالرذيلة والإفك والفاحشة، وبرأها الله مما قاله المنافقون وأهل التشيع، أهل التشيع الروافض المغالون الذين لا يكنون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لخيرة صحابه إلا كل حقد وكراهية. فالشيعة عندما يصلون يدعون في صلواتهم ويقولون: اللهم العن صنمي قريش أبا بكر وعمر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ولعنهم الله وحفظ الله سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا عن عائشة ما قالوا، حتى قال بعضهم إن عائشة كانت تجلس لتتناول طعاما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وكانت يد عائشة تطيش وتضرب في يد عمر. نقول لهم: قبحكم الله، إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن أكثر أدبا وأكثر حياء وأكثر عفة، بل أمرهن الله سبحانه وتعالى أن لا يسألنا ولا يخاطبنا إلا من وراء حجاب، فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كذلك من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتطاول على عرض بيته، ولا تنتهك حرمته، ولا تتزوج نساءه بعده صلى الله عليه وسلم أبدا. فقال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال علماء السيرة وبعض علماء التفسير إن طلحة ابن عبيد الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة بعد موت زوجها خنيس بن حذافة السهمي، ورآه تزوج أم سلمة
بعد موت زوجها في إحدى الحروب مع رسول الله، فقال: ما بال محمد يتزوج نساءنا بعدنا؟ والله لئن مات أو قبض لأتزوج عائشة بعد موته. وهذه الكلمة وهذه العبارة تناقلها العلماء، ولما بحثت فيها مبحثا طويلا وجدت أن هناك رجلا يقال له طلحة ابن عبد الله، وكان أحد رجال النفاق في دولة المدينة، غير طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، فهو لم يقل ذلك وهو منه براء، لأن الله لا يبشر بالجنة منافقا، بل يبشر بالجنة كل مؤمن ومؤمنة. وهذا الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه طلحة الخير، طلحة الفياض، وله مناقب جمة، وهو براء مما قاله هؤلاء. ولذلك دحر الله هذا القول، وما أراده ذلك المنافق بقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ولقد ورد أن امرأة يقال لها قتيلة بنت الأشعث ابن قيس كان قد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبني بها، أي لم يدخل بها، ثم طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها رجل، فغضب لذلك أبو بكر وأراد أن يعاقبها، فقال له عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه لم يبني بها رسول الله، ولم تكن للمؤمنين أمة، ولم يدخل بها النبي، ولم يفرض عليها حجاب، أي أن الحجاب فرض على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا خليفة رسول الله، هذه ليست أمة للمؤمنين، ولم يبني بها النبي، ولم يفرض عليها حجاب، وإنها قد ارتدت كسائر العرب الذين ارتدوا بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى عائشة فخرا أن الله برأها في عرضها من فوق سبع سماوات، كفاها فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها: إني لأعلم رضاك من غضبك، أعرف متى تكوني راضية ومتى تكوني غضبة. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنت راضية قلت نعم وإله محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا قلت لا وإله إبراهيم. قالت: نعم، لا أهجر عند الغضب إلا اسمك. أدب في الهجر، أي لا تقبح في القول، ولا تهجر الفراش، ولا تذهب إلى بيت أبيها، ولا تنشر ما بينها وبين رسول الله، بل في الغضب تهجر اسمه صلى الله عليه وسلم. كفى عائشة فخرا أن رسول الله قد قبض في بيتها. والرجل إذا كانت له أكثر من زوجة لا يمرض في آخر حياته إلا عند من يحب منها أن تمرضه، ولا يموت إلا عند من يحب أن يموت عندها، فهذا دليل على أنه يحب حسن الخاتمة
في هذا المكان وكفاها منقبة لعائشة رضي الله عنها أنها كانت أقرب الأزواج لرسول الله، حتى قالت السيدة سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرضيك في عائشة وأنزل عن ليلتي لعائشة، تتقرب بذلك لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطاهرة الشريفة العفيفة حفصة بنت عمر بنت الفاروق بنت الشدة بنت الحزم بنت الحق، هذه قد تأيمت وهي حديثة السن، أي ترملت، ومات زوجها وهي صغيرة السن، وأراد عمر أن يطمئن على ابنته وأن يزوجها، فعرضها على أبي بكر، فقال أبو بكر: إنه قد بدا لي ألا أتزوج، أعرف ظروف نفسي ولست بحاجة إلى الزواج. فعرضها على عثمان، وكانت السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجية عثمان، وقد قبضت وصار عثمان بلا زوجة، فعرضها عمر وكله شوق ورغبة أن يرضى عثمان، وليس هذا بعيب، فلا يعيب الرجل أن إذا رأى شابا ملتزما مسلما تقيا يعتمده على دينه على عرضه على بيته، لا ضير أن يلمح له أو يصرح له أو يخطبه، ففي الإسلام ذلك موجود. وفي القرآن قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقد فعل عمر، فعرضها على عثمان وكله رغبة وشوق أن يرضى عثمان نظرا لظروفه، ولكن عثمان رفض بأدب وقال: إنه قد بدا لي ألا أتزوج. فحزن عمر وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فضحك النبي وطيب خاطر عمر وقال له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وتزوج عثمان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عالمة تجيد الكتابة والقراءة، كانت تجيد الرقية الشرعية التي تعلمتها من رسول الله، فما رقت مريضا ولا مبتلا إلا وقد عافاه الله وأثر ذلك عنها. كانت تحفظ الفقه والحديث والقرآن، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض وهي الوحيدة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها المصحف مكتوب على اللخاف وعلى العصب وعلى الرقاع على الجلد والجريد والحجارة، مكتوب ومحفوظ في بيتها، حتى إن عثمان وإن أبا بكر عندما أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد أرسل إلى حفصة ليؤتى بالمصحف الذي عندها إذا أذنت، وكفاها هذا. أهل التشيع الروافض قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، ورددوا بذلك حديث أن جبريل جاءه وقال له: راجح حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة. وإحقاقا للحق بحثت عن الحديث وعن تخريج الحديث، فوجدت أن النبي لم يطلق حفصة، بل إن جبريل قد قال له: إن تطلق حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. معنى يقول له: إن تطلق
أي لا تطلق امرأة مؤمنة صوامة قوامة وهي من أزواجك في الجنة. ويبطل هذا الحديث حديث آخر في الصحيحين فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آلى شهرا من نساء، أي اعتزل نساءه شهرا كاملا ولم يقترب منهن ولم يدخل على واحدة منهن حتى عرف الناس ذلك. ولما انتشر الخبر قيل إن رسول الله طلق نساءه، فهم الإيلاء معنى الإيلاء أي الحجر، قيل إن رسول الله طلق نساءه. ودخل عمر ووجد الناس يهيجون ويموجون في مسجد رسول الله، فاستأذن حتى أذن له فدخل على رسول الله فقال: يا رسول الله، أطلقت نسائك؟ قال: لا، لم أطلق واحدة منهن. قال: أخرج وأخبر الناس؟ قال: نعم. فخرج عمر وقال: أيها الناس، الحمد لله، إن رسول الله لم يطلق نساءه بعد، وعصم الله بذلك الأمة من الفتنة ومن القيل والقال. أيها الأحبة، هؤلاء أمهاتنا نتحدث عنهن بأدب، نتحدث عليهن بتوقير وتبجيل وتعظيم، فلا يصح أن يقال على النعل أي الشبشب خدوجة أو زنوبة، فقيل كلمة خدوجة تدليل ودلع لاسم خديجة ويقصد بها إهانة أم المؤمنين، وزنوبة يقصد بها زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. أقول قولي هذا، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على عباده الطيبين الطاهرين الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارضى عن صحابة رسول الله، وارضى عن أزواج رسول الله، واحشرنا مع آل بيت رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم نجح أبناء الإسلام والمسلمين، اللهم نجح أبناء الإسلام والمسلمين، اللهم نجح طلاب وطالبات العلم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم خذ بأيديهم، اللهم سهل أسئلتهم وصوب أجوبتهم، ولا تضيع لهم جهدهم، إنك نعم المولى ونعم النصير. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، قدواتي في الحياة، قدواتي في الوفاء، قدواتي في الحجاب، قدواتي في العفاف، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين، قدواتي في الحياة، قدواتي في الوفاء، قدواتي في الحجاب، قدواتي في العفاف، أمهات المؤمنين قدواتي في كل حين.